فؤاد. ملك الفؤاد فما عسى أن أصنع. لك قلول نصب مصنع. الله. حضرتي عشاء للموجي ماما؟ مش الحال. ليش الموجي عنكم؟ طبعا معتكف بصالون الضيوف عم يلحن لي غنيه. غير أبدي؟ ايه غير أبدي، لانه أبدي صارت قديمه. أبدي كان قليلة للموجي يجي مالحنا بشي غنية. تصبحي على خير. وانتي من أهل عيني. وين ويني لسه الليل بأوله. تعبانة. والله ما بتروحي إلا لتقبلي مني هالهدية. إن شاء الله يعجبك. ما بلبس إشار بيت. لك هذا مول اللبس. هذا للخصر الحلو يا حلو. لك أخدي من إيده وغلو باشا. ما لازمني. هاتوا انا باخذه. ان حفظ الهوى او ضيع. الله. معناتها هديتي بدها تعجبها. ما بحط حمره. هذا مو لتحطي منه على شفايف الكرس، هذا لتيمي من شفايفك وتعبي فيه. هدي لمرتك. ايه هات وانا باخذه. ملك الفؤاد. الله. وانينة الكولونيا الى مطرح؟ مطرحها عبك. اصبح امك بتاخذها. ملك الفؤاد. الله. فما عسى أن أصنع. الله. موعودين بفتلي بعد غياب. إيه وين الفتلي؟ هاللي وعدك يقوم يفتل. أنا وعدته فتلي لك فتلة كرمال الجنرال غورو. ما بعرف أرقص. إيه بتعرفي بتعرفي. بعرف وما جاي عبالي. هيك قولي. معقول يا بنت ما بتعرف ترقص؟ أنا صبي. لا وبنت مين؟ بنت نورية خانم هزي. والنعم والله. هزة كرمال الحاضرين. ما بعرف هز. بتعرف تهز بدني وبس. أبدي الله. علي الطلاع إلا ما ترقصي. تكرم عينك. إذا منك مطلق ومش خالصين، كيف إذا طلقت؟ وبتخلصي. ومرتها جواز مدني من تحت لتحت. ها. وانا مشو بشكي. عندك ثلاثة فوقهم البلدية ما بكفي. شو قلتي؟ أبدي
حفيظ الهوى او ضيع. تاخدي اوكلو باشا؟ ما بدها اتي. قولي لك شو اللي صار؟ ما صار شي. لك شو ما صار شي؟ صوت خناقة. لا عم يغنوا. يا مهجتي، الغني عندكم مثل الخناق. لا وبتقولوا انه انكر الاصوات صوتي غوار. امر العفو، كنت انا وصاحبي اللي قبلك نهرب حشيش من على الجبال. مو الحشيش تبعنا، الحشيش تبعكم، حشيشنا ما بيأذي. المهم من تهريبة واحدة قال له العاطي خود. يعني وبطل تهريب؟ بالعكس زاد. كان ليش باعك؟ اشترى سيارة شبح قبها وإيده طالت وعم يهرب عالطريق النظامي. بقى عطفا على ما سبق عندي اقتراح. هات لنشوف. اقترح. أحسننا من هالشنطة، تعنا عملنا تهريبة حشيش بنقبل الفقر. ها انت بترتاح وانا جاي على بالي اعمل استوديو موسيقى شنهق فيه على كيفي ونزل بهالديسكات. شنهق هون على كيفك؟ لا بخاف يجوا يكملوا سهرتهم هون. اصبح لا تشنهق، خليه شنهق احلى من صواتهم. يحرس دينك شو بتفهمي بالموسيقى. صحتين. على قلبك. عجبك طبخي؟ سلم ايديكي، عجبناكي. عذابك راحة. كأني شايف عيونك تعبانين، بكي شي؟ نعسان شوي بس ما في ينام تيروحوا هالقوبة اللي عنا. غوار بدك شي؟ بدي سلامة عيونك. تصبح على خير. انت من أهله. شو لك حنون؟ شو؟ شو بدك؟ فكرك ما اشتلقت عن نظرات؟ اقف دي. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. مرحبا تحسين. تفضل عدنا بيك. كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شرفوا سيدي شرفوا. شلون تسرق الهوتيل؟ لك تعالك يا ولد. ايه بتكون بعته مشوار ونسيت. مزبوط، طلع مع زبوني مشان يأرجيه غرفة. أنا جاي لعندك بموضوع كتير مهم، وهالموضوع لازم يضل سر بيني وبينك. طيب ليش أنت عذبت حالك؟ كنت تضرب لي تليفون، أنا بشرف لعندك. بس ما أعطيتنا الرقم. شلون بدي أعطيك الرقم؟ حطوا لنا الجهاز ولهلا ما وصلوا لنا الخط ولا خصصوا لنا رقم. بس من كم يوم شفتك عم تحكي بالتليفون. إيه جربوه شوي، قال عم يعملوا تيست. شوف أنا من وقت شفتك عم تحكي على التليفون والخط مقطوع عرفت انك قبضاي وفلاوي. يعني مكشوفه هي يا عدنان بيك، يعني ضروريه هي المظاهر والبرستيج مشان اصول الشغل، يعني بتعرف انت. ومشان يمشي الشغل بدي احط ايدي بايدك مشان تفيدني وفيدك. شوف والله اذا كان فيها فائده الي انا تحت امرك. شفت بيوت مشان مشروع البيك؟ لكان شفت. مرحبا سوري. اهلين وسهلين خال. اهلين. سويت كاس الشاي اللي اشتهيته بكاس الشاي. من يد ما نعدمها يا خال. ليش عذبت حالك؟ كنت تضرب لي تليفون ببعته ولا تجيبه. ايه مو محزه كلها خطوطين. ما عرفتنا مين الاخ؟ ايوه الاخ استاذ عبد السميع جاي بده يستاجر هون عنا غرفه. بس المشكله انه عزابي، قلت له عنا ما بيأجر عزابيه ما عم يقتنع. صعب يا استاذي اجروا عزابيه عنا. قلت له الجواز وغرفتك على راسي، يعني اولته واخرته الواحد بده يتجوز. بس الجواز يا مو سهله بهالايام. لا والله مو سهله. ايه بس الا اذا صح لك عمه الخالي. بارك الله فيك يا صور. يلا السلام عليكم. الله معك خالي. شرفت. اهلين خالي. اهلين. المهم لقيت بيوت واتفقت مع ثلاثة هدول طبقوا معنا وعطيتهم مواعيد مختلفة، قلت لهم يجوا لعندي لهون. ايه منيح. وبكره شوف
كل الناس بتغار من بعضها، شوف فلان باع، شوف فلان باع، فلان باع، بتأيهم كروا مثل المسبحة. وعلى قديش رسل بازار؟ النار على بميتين. البيك متحمس للمشروع كتير، وعلى هو ما فهمت بفاتي بالميتين وخمسة عشرين. هذا الكلام قال لي بيني وبينه. فهمت عليك، وهلأ صار بيني وبينك. عشت. والفائدة بالنص؟ يعني نقول اشترينا بميتين وخمسة وعشرين؟ لا، هيك بصير بده يشك. خلينا نحط شي بميتين وخمسة عشرين، شي بميتين وعشرين، شي بميتين وخمسطعش. طيب وبركي دري؟ ولا يهمك، أساسا العقود كلها بتنكتب بمكتبي أنا، وهو بوقع الثقة. ونحن أهل لهذه